متابعينا متابعي اليوم السابع، لقاء جديد من مدينة العريش وصاحب أشهر قصة تم تداولها خلال الأيام الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بتحرير عقد إيجاري قديم بين مالك ومستأجر. المستأجر حرص على أن يعيد للمالك حقه في القيمة الإيجارية الصحيحة بعد سنوات من عقد إيجار قديم. قصة فتحت الأبواب لكثير من أصحاب العقود الإيجارية القديمة للتراجع عنها أو إعادة النظر في قيمتها. بادر بها الأستاذ ناهض عصام أحد أبناء مدينة العريش. نتعرف على الأستاذ ناهض وقصته مع تحرير العقد الإيجاري القديم. تفضل أستاذ ناهض، نتعرف عليك. ناهض عصام، مدرس رياضيات مدرسة عمشوك الثانوية العسكرية بالنسبة. يمكن حبيت أنا فوجئت طبعا أنه هي أصبحنا ترند على السوشيال ميديا. الاتصالات طبعا تمت من كل أماكن علشان خاطر القصة كلها بالكامل تنشر. أنا سعيد أنه اليوم السابع يوصل للقصة حتى وسعة الانتشار والأرقام بالملايين طبعا متابعيها، وأنا من ضمن المتابعين اليوم السابع، واللي أنا بشكر أستاذ محمد حسين على الاستضافة الكريمة اللي أنا كنت بتمناها. يمكن كان ناس كثيرة بتمنى أن تتواصلوا معي، لكن حتى أنا اللي بتمنى أتواصل مع اليوم السابع لقيمتها وأهميتها في جمهورية مصر العربية. أما القصة بالكامل هي ما مش حدوتة، لا هي حاجة واقعية حصلت وبتحصل، وناس كثيرة في بيوت أصلا تلتمس أن يحصل الكلام ده معاها، أنه هي تسترد إليها حقوقها المسلوبة من خلال عقود مشهرة أبدية كانت متوارثة من الأجيال السابقة. يمكن التوارث بتاعها من الأجيال السابقة لأنه كانت الناس الأعداد صغيرة وكانت المحلات التجارية عددها قليل، وكان الإقبال لاستئجار المحلات دي ضعيف. فبعد مرور الوقت والحضاتك أصبحت الحياة كثيرة وزحام، وناس كلها تعول على الشراء من المحلات التجارية، فأصبح هناك قيمة غير مسبوقة للمحلات التجارية الأضعاف 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 المضاعفة. هنا بدأت تنتشر ظاهرة إنه الأجور أو العقود القديمة، كل مستأجر متمسك بالعقد القديم. احنا قال الينا هذا العقد من الوالد رحمه الله عليه، بدا النشاط في شهر 11/3/1983، ان انا هضيف عليها ان والدي اصلا في هذا العمر واخذ المعاش واتجه انه يتاجر في مدينه العريش، وفتح وبدا يستاجر هذا المحل. قبل هذا المحل هناك محل بالجوار، المحل برضه والجدي شعبان حامد، وكانت قيمته برضه 4 جنيه، يعني الوقت انتهينا من 12 كانت قيمته 4 جنيه. بدأ حياته داخل المحل، فبدأت التجارة تسري في عروقه طبعا، إلى أن فتح المحل ده. بدأ المحل في حياة بسيطة جدا كعادة أبناء العريش بعد سنة 82 وبعد الفتح وبعد الناس ما دخلت بقى الحياة المدنية المختلفة. نعم. الحريات والفتح، الانفتاح الاقتصادي اللي حصل على العريش كان بدايته تصليح الأجهزة، وكان والدي ماهر في الموضوع ده، أجهزة الكهربائية والثلاجات والإلكترونيات، وكان بارع في الكهربائيات. بعد كده حضرتك يمكن شايف الأرفف، انت بصيت عليها، دي أرفف اتعملت في أواخر الثمانينات، وكانت طبعا بالنسبة حضرتك دي حاجة كانت كبيرة في عالم الديكورات. اتعملت وكانت طبعا قيمتها عالية جدا نظرا لكفائتها، يمكن قربت على 35 سنة، ورغم ذلك لسه جودتها ومتانتها. والدي اتجه لتجارة النثريات والخردوات، هو أصلا اسم المحل نثريات ناهض أو خردوات ناهض. خردوات والنثريات هي مثلا المكياجات والعطور. انتشر الحمد لله صيت المحل نظرا لطبيعة الوالد المتربع على القيم والأخلاق المتعودين عليه في مدينة العريش. الحمد لله المحل أصبح محل تجاري كبير. والدي بعد كده مع انتشار بدأت القيم الإيجارية تكون أعلى. وطبعا حضرتك انت عارف العقود المشهرة معناتها عقود أبدية تمتد إلى نهاية العمر. فكان من المالك انه صعب جدا انه يحصل على زياده في الاجور الا بعد ان يسمح المستاجر ان هو يزود الاجر على نفسه. وطبعا اي واحد طبيعته انه هيحاول عند زياده الايجار ان يديك بقيمه بسيطه جدا عشان خاطر يقدر يستجد هذا القيمه. وصل لغايه 2011 قبل وفاه الوالد، والوالد اصلا يعني كان سليم، يعني ما فيش اي حاجه خالص. وصلنا القيمه 120 جنيه.
رحمه الله عليه في 17/4/2012. نعيد ان نؤكد المبلغ ده من اصل كام؟ من اصل 12 جنيه في 11/3/83 كان 12 جنيه، وده العقد اللي اتسلم للمالك اللي هي الصوره المنتشره، كان هو هذا العقد طبعا. واي واحد مع عقد 12 جنيه طبعا مستحيل يفرط فيه. والعقود العرف المتعارف عليه في العقود المصريه انها بتمتد الى الابناء بالكامل. بعد كده في 2011 انا رحت مباشره للملك نفسه، وطبعا اولاده هم اللي بيكونوا متولوا العمل الاداري مكانه عشان هو راجل كبير في السن، فاتفقت على زياده الايجار الى 350 جنيه، وبدينا طبعا استكمال النشاط في المحل. كان قال الى اخويا الاصغر، وانتشر برضه المحل الحمد لله، الى ان حصلت بعض الاحداث. يعني كان منها اخوه كان عاوز يعني يغير النشاط ويسافر بره في محافظه اخرى ويتاجر في السيارات، فاغلق المحل. ولكن الحمد لله احنا من نفس اليوم ده احنا كنا مصرين على سداد القيمه الايجاريه في نفس ذات اليوم اللي هو المحدد لينا، كنت انا متولي الموضوع ده، الى ان كنا فكرنا في تغيير النشاط. وانا ذهبت الى الراجل نفسه الاستاذ محمود حمدي طبعا شاكرا، لم يتاخر لحظه كعادته كانسانيه، وانا اتفقت على زياده الايجار الى 500 جنيه. كنت بحكي مع عمي راجل متفقه في الدين باشمهندس حسن الازعر، اكد انه هذا العقد هناك بعض الشوائب التي تشوب هذا العقد، منها انها العقد ده ان المستاجر توفاه الله، وهذا العقد كان بين مالك ومستاجر. هنا لفت انتباهي الحته دي، وبرضه الواحد لازم كان ياخد باله انه فعلا المستاجر غير موجود، اذا هذا لا يصلح. يبقى لو احنا عاوزين نفتح المحل لازم ناخد عقد جديد. طبعا عقد جديد معناه تسلم العقد القديم، هنا طبعا الازمه. طب هياخد كام؟ 1000 2000 5 10؟ لا طب انا عاوز المحل. بدينا مشاورات انا واخواتي، كلنا اتفقنا الذهاب الى دار الافتاء بالعريش اللي استقبلتنا احسن استقبال، وذهبت ليهم وبسالهم سؤال وكنت مش موضح نفسي ان انا مالك او مستاجر، وطبعا افتوني انه العقود التي مات صاحبها انتهت اجلها الا اذا كان مكتوب داخلها انها تورث الابناء، وهذا كان غير متواجد. اتفقنا بالكامل على ان احنا ناخذ العقد، نذهب لصاحب المحل الاستاذ محمود حمدي ونديه العقد في يده ونطلب بعد كده عقد جديد. كل الناس طبعا قالت لا انت هتستغنى عن العقد، طب خليه يكتب لك العقد الجديد ومعاك العقد القديم. بص حضرتك الانسانيه والقلب من هنا كان صعب عليه يفرط في حاجه تعتبر في شبه ملك. على فكره حضرتك كل المستاجرين بيفتكروا ان هم اصبحوا ملاك الاماكن اللي هم متواجدين فيها. يا ترى انت ما تعرفش حضرتك ان هو اصلا في الاصل مستاجر ولا مالك؟ كتير في لغايه النهارده ناس كتير ما تعرفش ان احنا اصلا مستاجرين وليس ملاك، هم معتقدين. حضرتك بعد ما اخذت راي الافتاء في هذه القصه واكدوا لك ان هذا الاجراء يحتاج بالفعل الى تعديل، الخطوات التي تلت هذه الفتوى يعني. بعد المشوره مع اخواتي بناء على هذه الفتوى، انت عارف حضرتك يعني ايه فتوى كامله تؤخذ، يعني معناته انه في ناس علماء وافتوا بهذا الوضع. نعم. برضه استشرنا ودخلنا طبعا بحثنا في النت عن هذه الاصول، فعلا لقينا انه كل الاعراف والشرع بياكد انه هذا العقد بار. نعم. مباشره ذهبنا الى المالك، واحنا في ظننا ان بصراحه انا في ظن انه هياخد العقد ويقول لك اسف انا عاوز المحل بتاعي، وكنت انا حاطط جميع الخطط اللي ممكن تحدث، يعني منها خطط انه ياخد العقد نفسه وياخده في ايده كده ويقول لك خلاص انا مش عاوزك، كنت انا حاططها في الخطط. وقلنا خلاص احنا بنعوض ربنا سبحانه وتعالى، اكيد ربنا هيعوضنا بكده. وانا والله العظيم فوجئت برد فعله اكتر من انا ايه اللي انا كنت اتمنى. نعم. رد فعله، احكي لنا على رد فعله وايه الاجراءات اللي تمت بعد ذلك. رد فعله انا على اساس ان انا اروح له في المكان بتاعه في المحل، فقال لا انا مستنيك في البيت. كان واحد من اخواتي معايا، هو وحضر هو كمان معاه اثنين اخوات، انا ما كنتش عارف صراحه ان حد حي خالص. واحد من اخواته كان محضر ان هو يصورنا، بس انا ما كنتش عارف هو هيصورنا ليه، قال لي صوره للذكرى. وفي الاثناء ما اديته العقد قبل اي كلمه قلت له طب اتفضل ده خليها معاك ونبدا اتكلم، انت هتسمع مني اقول لك. اتفضل العقد. اتكلمت انا محتاج المحل، قال لي طب ما هو محلك، قلت له لا دلوقتي هو محلك وفي ايدك العقد بتاعك وانت اصبحت المالك الاصلي بتاعه اللي انت حقك ترجع. يعني والله انا عايز اقول لك الراجل كان هيدمع من كتر خد بالك الناس دي ناس نزيهه وما بتبصش مش دونية، بس برضه حضرتك حق رجع لي مهما كان قيمها دي حاجه عزيزه عليك. تمام.
اللي تم بعد كده بقى الاجراءات اللي تمت. المفاجاه بقى انه اصر انك بالعقد في نفس التوقيت. انا قلت له يعني انا سلمك عقد بشهر وانا خونك في العقد الجديد. قلت له انا استشير اخواتي نكتب العقد باسمي برضو، انا حتى من كنت الاكبر بس برضو المشوره برضو متاحه. فعلا استشرت اخواتي وكتب العقد، بعت له قال لي بعت لي صوره البطاقه، بعت له صوره البطاقه على الواتس، اتصل بيا من حوالي يومين بالظبط كده قال لي طب تعالى خد العقد بتاعك. فوجئت انه العقد انه كتبه من 1/1/2022، يعني كمان ساب لي مهله اربع شهور اتمتع بهذا المحل بدون مدافع قيمه ايجاريه لحين اعاده المحل مره اخرى الى هيئه جديده او وحتى يعني والله يا رجل سبحانه وتعالى ده انا رجل ده محترم كتب محل تجاري حتى ما وضحش نوع التجاره، ساب لي مفتوح ان انا اغير النشاط واخد اربع شهور مهله ان انا احاول غير نشاط. وغيرت طبعا القيمه الايجاريه بما يناسب هذا الوقت بما يناسب. بص حضرتك طبعا المحل دلوقتي هو ب 1000 جنيه والراجل في نفس التوقيت ده قال لي لو انت حسيت انه كتير لا انا ممكن انزله. قلت له لا ازاي، انا 1000 جنيه بالنسبه للعقود دلوقتي في حدود 3000 و4000 و5000 1000 من اخر قيمه كانت بتدفع كم؟ اخر قيمه 120 من 120 اسف 350 350 350 ده 1000 جنيه من 350 وال 300 برضه حضرتك انه ال 1000 جنيه دي مش القيمه الحقيقيه بتاعتها. نعم. والايجار الجديد العقد الجديد يعني ساري لغايه لوقت ايه؟ 1/1/2027 ونفس الكلام في الكلام بتاعه قال لي عمري في حياتي بفكر اطلعك من المكان الا انت عاوز تمشي. يعني جميل جدا. اعتقد هذه القصه وهذا المبادره الجميله قادت على حسب ما سمعنا في مدينة العريش إلى أن آخرين أصحاب شقق ومحلات بدأوا التفكير، بل أن البعض أعلن أنه بالفعل بدأ في تغيير القيمة الإيجارية. يعني أنت أستاذ ناهض وأنتم بدرتم، إيه ردود فعلكم لما شفتوا أن أنتم أصبحتوا قدوة لآخرين لهذا الفعل؟ حضرتك أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي خلانا مفتاح خير لبعض الناس.